أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ومقصرين لا تخافون. فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه
يعجب الذر علي يغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة منهم مغفرة وأجرا عظيما آمنت بالله صدق الله